فجأة حسيت اني خايفة، قلبي بيدق بسرعة، مش عارفة اتنفس، حاسة ان انا بنفصل عن اللي حواليا. بدأت اخاف قوي وحسيت اني بروح. لو عمرك حسيت بقلق او خوف او بانيك اتاك، شوف الفيديو ده. الحقيقة الاعراض دي كلها بتتجمع لما بنقلق او بنخاف، وده كله عشان شوية هرمونات بتقل او بتزيد، فبتعمل خلل او ثورة في الاعضاء. والنظريات بتقول ان الانسان بيخاف بسبب 4 حاجات: لو حصل حاجة قدامه مرعبة فعلا، يعني شاف اسد مثلا جاي عليه، او بيخاف من حاجات ما بتخوفش اصلا لانه تعلم بالغلط ان الحاجات دي بتخوف، زي اللي عنده فوبيا من المرتفعات او الحشرات وهكذا، او بسبب تأثير القدوة عليه في الطفولة. يعني انت شفت باباك بيخاف من الكلاب، فغالبا تلقائيا انت كمان هتخاف من الكلاب. او الخوف اللي بيجي بعد الصدمة، يعني ذكرى سيئة اثرت فيك بشكل كبير فمخلياك خايف يحصل لك حاجة زيها تاني. الفكرة ان انت لازم تبقى عارف سبب الخوف عشان تعرف تعالجه ازاي، والعلاج ممكن يبقى بسيط بتغيير شوية عادات في حياتك، او ممكن تحتاج لأدوية او علاج نفسي. لكن في حاجات مبدئيا تعملها وان شاء الله الاعراض هتخف. رقم 1، تهتم بصحتك وتتابعها باستمرار. رقم 2، تاكل اكل صحي وما تزودش في السعرات. رقم 3، تنام كويس. رقم 4، تلعب رياضة. رقم 5، لازم كل فترة تاخد فاصل ترفيهي، تخرج مع اصحابك، تتفسح، تسافر. رقم 6، قلل الكافيين لانه بيزيد التوتر والعصبية واكيد السجاير كمان. وفي الاخر لو حسيت ان انت محتاج علاج نفسي لازم ما تتأخرش. الكلام ده من كتاب القلق ونوبات الذعر لكوان ماكنزي.